المسلك الذي الآن تسلكه بعض مكونات قوى الحرية والتغيير بالرأس، في من الحرية والتحرير في مكونات ما يقولوا الناس دي دارين يفرقوا بين الناس، لكن دي الحقيقة. في مكونات موضوعية جدا، لكن لا الصوت الموضوعي في الجوطة والحكاية دي ما بيلقى فرصة يتسمع يعني. لكن بعض مكونات قوى الحرية والتغيير هي صوت عالي جدا، مع أنه كسبها الشعبي ضعيف جدا جدا، ودي أنا أفتكر هي عندها مشكلة أساسية جدا. عندها مشكلة أيديولوجية مع الذين كانوا يحكمون، وعندها قضية مهمة جدا، أنه جاء الوقت لكي تثأر لنفسها عن 30 سنة تم إقصائها، وجزء وكمان جزء الفكرة أنه داير يثأر لنفسه، أنه في 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 67 تم إقصاؤه، وفي 71 أيضا تم إقصاؤه، ففي ناس بيجوا بلغة الثأر والانتقام. هذه هي المسألة التي وضعت الحرية والتغيير في هذا القفص، أنه الناس الدارين ينتقموا، الناس الدارين يثأروا، الناس الدارين يفشوا غبينة، ديل أصبحوا يقودوا الدفة، عشان كده انحرفت عن الطريق الذي يمكن أن تؤسس به منصة وطنية. كانت الحرية والتغيير بين قوسين سوف تكون أيقونة العالم العربي في إدارة العملية بتاع الثورة حقيقية كل العالم أشاد بها. كان ممكن جدا هي تقود كل المسار ده، وكل الشعب السوداني ممكن تصبح نموذجا يحتذى.